عصابات داعش منذ بدايتها لم تكن بهذه القوة، ولكن أعتقد الإعلام اللي استخدم داعش كان مؤثر نوعا ما. وضع أيضا القوات المسلحة العراقية كان مع الأسف الشديد بوضع مؤسف، ولهذا تمكنت من تحقيق بعض السيطرة على الأراضي العراقية. ولكن الآن بعد أن استعاد الجيش العراقي عافيته وثقته وامتلك إرادة القتال، لن يستطيع داعش أن يحقق أي موطئ قدم على الأرض العراقية في المستقبل. ممكن أن يحدث هنا وهناك خروقات أمنية، ولكن كمسك أرض الأرض لن يستطيع. في الفلوجة حقيقة هذا الأسئلة دائما نسأل عنها من الإعلام. ليس هناك تأخير في العمليات بقدر ما هو تأني من أجل إنقاذ المدنيين في الفلوجة، وهو هذا العامل المهم اللي ممكن أن يكون عطل عمليات الفلوجة قليلا. ولكن إذا تحسب في مقاييس الوقت ودماء الناس، أعتقد الوقت أقل أهمية من دماء الناس. ولكن في كل الأحوال معركة الفلوجة ستحسم. الآن في اتصال مستمر مع الأخ قائد عمليات تحرير الفلوجة. العمليات تسير بشكل جيد جدا وممتاز. البارحة تم تحرير منطقة الشهداء بالكامل. في منطقة الشهداء وتحديدا اليوم البارحة تكبد العدو 80 قتيل إرهابي قتلوا في حي الشهداء في الفلوجة. إن شاء الله مصيرهم جهنم، وقواتنا الأمنية ستحقق انتصارات كبيرة وستحرر الفلوجة، وإن شاء الله هدفنا هو حفظ أمن المدنيين في الفلوجة.